أؤكد أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الغير، وهي بطبيعة الحال لا تقبل أن يتدخل الغير في شؤونها. لائحة البرلمان الأوروبي قد أسقطت القناع، قناع أولئك الذين يتربصون بالبلاد شرا. لماذا تم إقرار هذه اللائحة اليوم، ولماذا لم يتم إقرارها في شهر فبراير أو مارس أو أفريل أو ماي؟ لماذا اليوم؟ اليوم لأن هذه الشردمة من البرلمانيين يسعون إلى خلق البلبلة وإلى التشويش على الرئاسيات التي يتعاطى معها جل الجزائريين بإيجابية عالية. نحن نعترض على أي قوة أجنبية تدخل في شؤون داخلية جزائرية. طبعا هذا وإن الصين، ونحن سوف نستمر بوقوف جانب الجزائر.